لماذا استقالة الوزير ظريف برأيك؟ فعلا دليل تخبط للسياسة الخارجية الإيرانية. هذا دليل الديمقراطية المفقودة في السعودية، وهذا دليل أن اليوم الوزير عفوا جيمي عفوا. دكتور سليمان، استاذ سليمان اسمح لي دكتور معك، علينا احترام وجهات النظر الاخرى، فلنحترم وجهات النظر الاخرى، والمشاهد الذي يتابع هذه الحلقه لا يمكن تحويل الحلقه الى موضوع كوميدي، يعني اسمحوا لي هنا فقط، اسمح لي.